صباح الخير، لسه صاحي من النوم حالا حالا حالا، وحابب اعمل فيديو نتكلم فيه عن الكوتش واحده واحده كده بقى، ونركز علشان نقدر نتكلم ونقول ازاي تختار كوتش. بس خلينا اقول يعني ازاي تختار كوتش دي في الاخر، بس انا عايز اتكلم عن نقطه كده سريعه، وهي هل انا بتمرن مع كباتن ولا لا. هكلمكم على ثلاثة دلوقتي، ثلاث كباتن اتمرنت معاهم في حياتي. اول كابتن محمد كمال، عايز اقول لكم الراجل ده كويس جدا، وقف معايا، عملنا مع بعض خامس بلاتينو بالكويت، من الشخصيات اللي بتأثر فيك فعلا وتساعدك وتقف جنبك، وكان رجولة معايا جدا بصراحة. وكابتن محمد زكريا بطل ابطال العالم طبعا، مفيش غير الكلام عنه، انا ما شاء الله الله اكبر عليه. عملت معاه تالت بالانس برو، ورابع بطولة العرب. كابتن محمد زكريا مش هكذب عليكم، من الناس اللي طورت مني في التمرين بطريقة رهيبة، يعني بطريقة غريبة بصراحة، واثرت فيا حقيقي جدا. يعني هو بيمرنك كأب بعيد خالص عن بقى كابتن ولا حاجة، كل كابتن بكل شكله. اخر فترة خالص، اخر فترة اللي هي من 3-4 اسابيع دي، كنت مع سامسون موي في سامسون موي جيمز، فماشي مع سام، فاحنا كان سام عامل بطولة كده صغيرة وبيشجع الشباب ودايما بيعمل الحاجات الجميلة دي الصراحة. فلقيته بيقول لي، كان حتى القدوة قاعد جنبنا، فلقيته بيقول لي انا اجيب لك الكارت. فقلت له، فاللي هو انا كده كده ما كنتش هجهز اولمبيا الصراحة، فالموضوع دخل في دماغي، فقلت له يلا بينا. بدأت مع سام، بدأنا متأخر جدا. خليني اقول لك ان سام برضو من الناس اللي عجبني تفكيرها قوي. انا بحب الكابتن المرن اللي هو دماغه يسألك ايه حالتك، عامل ايه، انت حاسس بايه، طب دماغك فيها ايه. ما تلاقيش كابتن مثلا يقولك اعمل كده، ما هو اعمل كده دي، طب ازاي كوتش هو كده اعمل كده. لا، انت لما تكون فاهم الموضوع بيكون مختلف خالص، بيكون محتويك كده، فاهمني. خلينا قريب هنعمل فيديو انا وسام ونحكي اللي حصل معانا في اخر التجهيزه دي ايه. بس خلينا بقى، يعني الناس دي كلها انا هعمل عليها فيديو لوحدها كده، كل واحد فيديو لوحده، كابتن محمد كمال وكابتن محمد زكريا وكابتن سام، هنقلبوا مع بعض فيه. بس الناس دي هعمل عليهم فيديو اشرح هم عملوا معايا ايه. الناس دي كانت رجاله جدا جدا معايا، لازم يعني لازم تعرفوا هم قد ايه رجاله. طيب نرجع لموضوعنا، وازاي نختار كوتش، او ايه اللي هيفيدني لما يكون معايا كوتش. يعني بص، ركز قوي في الكلمتين دول. انت ممكن تكون شايف نفسك تنين مجنح ونجم الاساطير وكوكب المريخ بيسلم عليك كل يوم وبيقول لك احلى مسا عليك يا صاحبي. تخيل بقى انك تنين مجنح وانك نجم الاساطير ومعاك كمان حد جنبك بيساعدك، هتعمل ايه؟ هتكسر الدنيا. كلمة هتكسر الدنيا دي شوية، فانت حارم نفسك من حاجة، يعني انا عايز اقولك حرام. يعني انت حارم نفسك من حاجة انت ممكن تعمل لك اضافة قوية جدا. انت جامد بس انت دايما شايف نفسك جامد، انت محتاج حد يضربك فوق دماغك ويقولك تعالى انت عندك مشكله في البوز، انت عندك مشكله في الشيست، لا 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 انت رجلك مش حلوه، احنا عايزين نطور الرجل، عايزين نعمل. فكل ان حد فوق دماغك ويقعد يقول لك اعمل، خلي، سوي، بص هيوصلك افضل نتيجه ممكنه تقدر توصل لها. اما كونك مع نفسك بس، انت فاقد حاجه قويه جدا ممكن توصلك اسرع. فليه نخسر؟ ليه ما يكونش معاك كوتش مثلا؟ عمره ما يقلل منك، انتوا الاثنين هتكبروا من بعض صدقني. عمر يا جماعه التفكير دايما، بشوف الناس فاكره ان لما يكون معاها كوتش ان هو بيقلل من نفسه، لا خالص، انت بتعلم من نفسك، انتوا الاثنين بتكبروا مع بعض صدقني، وبتوصلوا اسرع مع بعض. فشباب اتمرنوا مع كباتن، اختار الكابتن اللي هو حاسس انه هيأثر فيك، اللي انت بتحبه، اللي هيطور منك اكتر، اللي تبقى مرتاح معاه، اهم حاجه الراحه دي. كونك تتمرن مع كابتن مرتاح معاه انت هتدي افضل ما عندك، انما انك كونك تتمرن مع حد انت مش مرتاح معاه انت مش هتعمل اي حاجه خالص صدقني. بس تكون بتفتح بعقل علشان تقدر تكنترول الموضوع، لانك انت لو انت سبت نفسك الموضوع هيأفور جدا جدا، وهتخش في مشاكل صحيه،
فالصح انك هتفتح وجبه او وجبتين كل يومين. اما فكره انك تأفور زي ما انا عملت صدقني غلط جدا. خلينا نقول هنشرح بقى اكتر ممكن الفيديو الجاي ان شاء الله نكلم يا عمر، هتلاقي فيه مفاجاه عشان هيكون معايا ضيف في الحلقه ان شاء الله. هنشرح فيه بقى ايه التفاصيل اللي حصلت، وهنشرح فيه المشاكل اللي قابلتنا، لان مش كل التجهيزات زي ما انتم متخيلين بتبقى عادية. صدقني الاجسام مش زي بعضها خالص، فلو انت ممكن تلاقي مثلا في وسط التجهيزة كده حاجة غريبة حصلت، طب ده حصل ليه؟ تقعد تدور وتشوف طب انا وزني زاد ليه؟ طب انا وزني نزل ليه؟ مش عارف ايه. انت المفروض تبقى عارف الحالة اللي انت فيها، فطبيعي انك ممكن وانت برضو جوه الحالة اللي انت فيها تلاقي حاجة غريبة حصلت. التجهيزة الاخيرة دي اغرب تجهيزة انا جهزتها بصراحة، غريبة جدا، حصل فيها حاجات انا مش عارف اصلا حصلت ازاي. بس خلينا نشوقكوا اكتر شوية ونعمل فيديو قريب نشرح فيه اصلا احنا جهزنا ازاي، بدأنا امتى، المشاكل اللي قابلتنا، علشان الناس كلها تستفاد والناس تعرف برضو مهما كان الليفل بتاعك انك يعني مهما كان الليفل بتاعك انك يبقى عندك شغف انك تتعلم اكتر. مش شرط عشان انت راجل قديم وبتتمرن بالك كتير وواخد كورسات وانك انت خلاص كده بقيت التنين المجنح اللي ما ينفعش حد يعدل عليه، لا خالص يا جماعه. الفكره خليك دايما اسال، خليك دايما عايز تتعلم، خليك دايما عايز اكتر. هو ده الانسان الناجح اللي دايما ساكت كده ويقول ايه انا عايز اعرف. ممكن يبقى عارف المعلومه بس عايز يسمعها تاني، ممكن يعني ايه يتعدل له حاجه عليها، يشوف حاجه هو ما كانش شايفها، ده الذكي. اما اللي فاكر نفسه فاهم كل حاجه وان هو جامد فشخ وان هو تنين الاساطير والجو ده، هم دول صدقني اللي ما بيتقدموش، بتلاقيهم كل سنه بيطلعوا على نفس الستيج بنفس مستوى السنه اللي قبليها. فانت دايما طور من نفسك مهما كنت وصلت لايه، حاول تشوف اللي اكبر منك وتعلم منه، وان شاء الله كده ربنا يكرمنا كلنا ونعمل مراكز كبيره ونوصل كل احلامنا. ويستنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى جميل جدا جدا جدا. يلا مساكم جميل وربنا يسترها معانا في الحظر، والحظر ما يطولش علشان هتبقى كارثه كارثه كارثه. يلا سلام عليكم.